كده يا جماعة احنا بادئين رحلة الغواصة مع بعض، هوريكم كل حاجة، هنشوف كل الأسماك بقى بالشعب المرجانية. يلا يا عمر اجري، ما تخافيش مش هنقع ان شاء الله يا عم. ان شاء الله تبقى رحلة حلوة. ايه تيجي معايا؟ تعال. هو انت هتنزل البحر؟ لا هننزل الغواصة تشوف الاسماك من تحت. اوه لولون باي، مشاورهم في الفيديو باي. صوري برضو الموقف كده كله. بسم الله، يا لها من روعة. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله ربنا يستر. مبسوط يا عمر؟ بص بص المنظر عامل ازاي. يا دي الغواصات. بصوا بصوا بصوا، ده المركب الزجاجي على ما اعتقد. دي بم 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 بم. دي الغواصة. هي بتبقى من تحت بقى الزجاج. و دي شواطئ تانية يا جدعان، واللهم صل على النبي فنادق تانية. اللي يلمسها يموت؟ الشعب اللي بتموت؟ الشعب اللي بتموت. يلا شعب جديد. اللي بيلمسها الشعب بتموت. مش البني ادم يعني. هي بتاكل يد لكن ما بتموتش، لكن البني ادم ما بيموتش. تمام؟ بص الاخطبوط اللي تحت ده. هناك اهو. السمكة. بصوا يا جماعة اللايف عامل، بص السمك عامل. انجيلا جولي جت هنا كمان. هي مش سايبانا في كل حتة. سميت انجيلا جولي عشان. لا بس ما شاء الله. الله الله. رحلة جميلة يا جماعة، أنصحكم إن أنتوا رحلة جميلة يا جماعة، أنصحكم إن أنتوا تطلعوا بيها. الصورة واضحة يا جماعة والصوت واضح. بس 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 السمكة دي، بس السمكة دي يما. اي اي كمل كمل كمل. نوع من انواع الحي، بس اطلع على فكره البغبغان ليه؟ اطلع على الوانها، الوانها نفسها لون ايه؟ البغبغان البرين. دي سمكة المنطقة. كلم كلم كلم. السمكة دي اسمها سمكة الشارع او المنطقة. تحت هناك ايه؟ دي تمام. سمك الرومانسي يا جماعه. ما هو شكله سمك، شكله سمك الرومانسي والله. ماشيين مع بعض، هم كابلز على طول. تمام. لو الانثى، لو الذكر مات الانثى بتحصل عليه، ولو الذكر، ولو الانثى اللي ماتت الذكر بيتجوز عليها على طول. الذكر، الذكر مش وافي حتى في السمك. وكده يا جماعه احنا صورنا لكم رحله الغوص، وشفتوا الشعب المرجانيه والاسماك لونها عامله ازاي. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوناش بقى من اللايك والشير والحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها.